طيب دكتور، عشان اللقاح يطلع ويشوف النور دايما محتاج ان هو يمر بعمليات كتيره قوي من التجارب، من كذا يعني كلينيكال، يعني تجارب كلينيكال كتير. هل النهارده في تقارير اتعملت عن عيوب او مضاعفات ظهرت لهذا اللقاح، وخد وقت قد ايه لغايه ما قدرنا نطلع بهذا اللقاح؟ لا، هو ممكن ان اللي بيتكلموا عليه النهارده ده يكون ابتدى الشغل العلمي او الاكلينيكي او التجارب السريريه عليه من 10 او 15 سنه فاتوا، لكن احنا ما بيبقاش عندنا الصوره كامله غير بعد اجازه هذا العقار للاستخدام في المجال الطبي بصفه عامه وليس للتجارب فقط. ولكن ما هو يمكن ان نطمئن به الناس، او يعني العموم، وربنا يعني يحفظ الناس كلها، انه فعلا الطفرات اصبحت قويه جدا. التقدم بقى مش يعني سريع لدرجه انه التواكب معاه صعب جدا، ان احنا اصبحنا بنقرا كل يوم عشان نعرف ايه اللي جه وايه اللي نازل وايه اللي حاصل. في الوقت الحاضر اللي احنا فيه ده، في الاسبوع اللي احنا فيه، في اكبر مؤتمر يعني يتطرق لعلاج او تشخيص الاورام بيعقد بالولايات المتحده الامريكيه، وبيشارك فيه اكثر من 40 الف طبيب على مستوى العالم، واحنا هنا بنكون مشاركين فيه. لو ما حضرناش بنبقى محيطين علما بكل الجديد اللي بيطلع فيه يوميا، لانه العالم كله اصبح قريه صغيره زي ما حضرتك عارفه، اصبحنا نعرف المعلومه في وقتها. في ما يقرب يمكن 3000 او 4000 بحث جديد يتم القائه في هذا المؤتمر. طيب. وده طبعا بيترجم في النهايه الى تقدم مذهل في طرق العلاج، المشاكل اللي بنشوفها مع العلاج، وبالتالي تحسن في معدلات المعيشه، واهم منها تحسن في نوعيه الحياه، الكواليتي اوف لايف. لانه احنا كان عندنا يعني مفهوم ثابت انه المريض اللي بيتم علاجه من الاورام السرطانيه غالبا بيجنب من الحياه العامه، بيصبح غير قادر على التفاعل. ده ما بنشوفوش دلوقتي. احنا ممكن حضرتك تبقي قاعده مع شخص، الشخص ده مريض وبيعالج، وحضرتك مش شايفه اي تغير عليه، بالعكس هو بيشتغل وبيتفاعل، ويعني شخص طبيعي تماما. يعني بنتمنى انه هذا اللقاح يعني يكون بالفعل فعال، لانه المرض السرطان هو من الامراض اللي يعني صعبه جدا، وناس كتيره قوي يمكن لما بتعاني منها زي ما كان شاذلي بيقول انه في النهايه بيؤدي الى الوفاه، فناس كتيره قوي بتخاف من هذا المرض. فنتمنى انه ان شاء الله هذا اللقاح يكون